لحضراتكم من جديد. هنبدأ دلوقتي بمنشات من جريدة الوفد وتحت عنوان دولة المرشد فشلت باسم الدين فنشرت الفوضى وخططت لإسقاط مصر. وارجع تاني لضيفي أستاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي. لسه الملف في عددها الصادر النهاردة برضو بتفرد مساحة وعاملة ملف عن جماعة الإخوان الإرهابية، وأعتقد أنه مهم قوي بقى في الفترة دي فرصة اللي عنده العدد ده يحتفظ بيه عشان ما نجيش بعد كده نقول في ذاكرة السمكة ويجوا بعد كده يعملوا الطبقية بتاعتهم ويستخبوا تحت الأرض ويطلعوا لنا بعد 40 سنة تانية. مع أن برضو كانت في أعداد قديمة من الوفد من الأربعينات كانت فيها فضائح وكوارث لجماعة الإخوان، حسن البن صحيح، وبرضو ده كله اتنسى رغم أن الكلام ده كان موثق بوثائق في الوفد وفي كتب وثقته صحيح، ومع ذلك ما كانش في ذاكرة أو في يعني مسألة استرجاع للمعلومات دي أو للوثائق دي بحيث أن يتم بناء عليها أبص للمستقبل أو أخذ قرار فيما بعد. ولكن زي ما احنا شايفين طبعا اللي شافوه المصريين أو شافته الأجيال دي من بعد 11 يناير من 2011. يناير 2011 لغاية 30 يونيو 2013 دول كفيلين بإنهاء الجماعة دي تماما أو الفكر ده تماما، الفصل التام بين الإسلام كدين وما بين الجماعات دي، بالرغم أن كانت كل ما بتطلع جماعة إرهابية أو تكفيرية زي تنظيم القاعدة أو غيره من التنظيمات أو طالبان أو غيره من التنظيمات اللي كانت بتاخد عباية الدين، وفي الآخر بيثبت بالدليل القاطع أن دول متسترين تحت الدين لتنفيذ أغراض، والكارثة الأكبر اللي أنت بتكتشف في الآخر أن دول مجرد أداة لتنفيذ مخططات لدول تانية صحيح، لا أكثر ولا أقل، يتم استخدامهم وبيتم بعد كده رميهم في الزبالة برغم بيبقى لهمش أي يعني أي دور بعد كده، برغم يعني فتح حسن البنا وأن هو صناعة MI6 من زمان وهو اللي أنشأ الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية واتحكم عليها بأن هي جماعة محظورة، إلا أن هم توغلوا داخل كل المؤسسات وتوغلوا في المشهد السياسي، وشفنا طبعا موضوع صراعهم على كراسي البرلمان قبل 2011. طيب إحنا إزاي نضمن أن هم مش بعد يعني ما يجوش مثلا بعد 10 سنين من دلوقتي يبتدوا يتوغلوا تاني داخل المشهد السياسي، ما انا زي ما ونبقى عايشين في دايرة مفرغة؟ هي المسألة مش مسألة 10 سنين، لو 10 سنين مفيش مشكلة محدش هينسى ده خلال 10 سنين، ولكن هي فيما بعد هي المسألة فيما بعد، هو لازم الفكر الصحيح، هي المسألة مسألة زرع فكر سوي وقويم وإظهار الحقائق أو إظهار المنظمات دي أو الجماعات دي بما تستحقه للأجيال، والأجيال تورثها للأجيال وهكذا. وإحنا وده بالفعل ما قامتش بيه القنوات الفضائية لا ما هو ده يعني دور على الإعلام ودور على الأسرة ودور على وسائل التعليم أو المدارس التعليمية صحيح. بشكل عام يعني إحنا ما ولدناش وإحنا بنحب البلد، إحنا حب البلد ده اتزرع فينا من الأسرة ومن المدارس ومن وسائل الإعلام ومن اللي بنشوفه، وبدأنا نحس بقيمة وطننا وقيمة الانتماء. يمكن الجماعة دي يمكن زي ما شفنا خلال السنوات اللي هم كانوا في سدة الحكم فيها كنت بتحس ان هم قيمة الوطن مش موجودة عندهم في الأساس صحيح، مسألة الحدود دي وان انا حدود الشرقية سيناء والبحرية البحر المتوسط والجنوبية السودان والغربية ليبيا وهكذا، الحدود دي هم قتلة مأجورين يعني بالضبط، هم أداة مستخدمة لتنفيذ أجندات بالزبط ومخططات بالزبط، وفي النهاية كله بيدعي إن هو تحت مظلة الإسلام ويدعي حب الوطن ويدعي لمصلحة الوطن. لما أجي أذكر في التاريخ بتاعهم أو في الفترة بتاعتهم دي، أنت عندك معدل النمو الاقتصادي وصل ل 2%، معدل الاحتياط النقدي وصل 15 مليار دولار، فبالتالي أصلا ما كانش فيه أي نتيجة إيجابية أو أي سعي يأكد لك أن أي في خطوة من اللي هم بياخدوها على مستوى خدمة البلد ماشي في الطريق الصحيح. فبالتالي الشعب من 2011 أو 2012 لما أجرت الانتخابات اللي نجح فيها الرئيس المعزول كان ما كانش عنده مستوى الإدراك الكامل أن هو يكشف حقيقة الناس دي، يعني لحسن الحظ وجودهم على الساحة أو توليهم السلطة بالطريقة دي خلال الفترة دي يعني جعلتهم يتكشفوا بسرعة. لأن احنا لو هنرجع في الأول قال لك احنا مش هنترشح في انتخابات الرئاسة، احنا نكتفي بالبرلمان. شفنا البرلمان اللي ظهر بعد ثورة 2011 ما فيهوش مش ده البرلمان المصري أو البرلمان اللي يليق بمصر أو ده مستوى النائب اللي ممكن
يعني اي مصري يفخر بيه او مستوى حديثه او مستوى فكره او غيره من الواحد كل ما بيتذكر هو مش البرلمان بس، هو كان كل كابوس. ما انت يعني كل ما بتيجي يعني تتذكر في الفتره دي الناس يعني انا دي كنت ساعتها بقول انا نفسي حد يطلع يقول دي الكاميرا الخفيه نذيع ولا ما نذيعش، يعني مش مصدقه مين دول كل ما كانوا فين. تتذكر الناس دي كانت تتكلم ازاي، ستر يا رب. هي دي هو مصر وصلت للدرجه دي ازاي؟ لا ودول كانوا فين؟ واحنا كنا عبايض وكنا مستحمرين للدرجه دي، ووصلنا الناس دي ازاي للحكم؟ فبالتالي لما حصلت ثوره 30 يونيو الحمد لله نعمه وفضل من ربنا الحمد لله، صححت بها المسار وصححت بها ما بدأته في 25 يناير. صحيح. طيب نروح بقى من جريدة الوفد وتحت عنوان، يعني برضو احنا لسه في جريدة الوفد، تحت عنوان مصر تخوض معركة تطهير المحليات، حرب أخرى برضو ضد الفساد، ومصر يعني بالتوازي ماشية في خطوط للتنمية ولتثبيت الدولة والبناء والبقاء. بصي هو مكافحة الفساد جزء كبير جدا من التنمية، هو ما يقدرش طبعا. ما هو ما ينفعش ان انا يعني بضع ميزانيات وببني في مشاريع وفي نفس الوقت سايب الفساد بدون مكافحة. يمكن المحليات دي جزء مش نسبة الفساد فيه مستشرية بطريقة بشعة. صحيح. طول عمرنا نسمع ما فيش يوم ما بتحصلش فيه واقعة رشوة مخفية او غير مخفية. ازاي الدولة هتقدر تواجه ده، وخصوصا كمان احنا بنتكلم على فساد محليات موجود من زمان بعد 2011 بقى مع كسر الذراع الامني، الدنيا باظت خالص. 14000 فدان في بالظبط، ومليون مبنى الزراعة بالظبط تم استباحتها وتم التعدى عليها. صحيح. غير المباني اللي قامت من العماير وفي الاخر تفاجئ ان اكتر من 8 مليون مبنى او 8 مليون دولة بقى هتواجه مبنية زي. بدون تراخيص. صحيح. او مبنية بالمخالفة. أيوة. وانا دلوقتي لو بدأت من البداية ان 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 كوارث المخالفات البنى ده لما حاسب فيها المالك وحاسب فيها مهندس الحي او التابع للإدارة الهندسية اللي اداله الترخيص او الحي اللي بيتابعه، فبالتالي الجزئية دي لو انا في رقابة صارمة على الاثنين وفي عقاب يعادل الجرم اللي ارتكبه، ابقى في اللحظه دي هعرف اوقف سيل المخالفات اللي بيتم في البناء. ما ينفعش ان انا عندي عماره بتبقى مبنيه وتقع بعد سنتين ولا 10 سنين واجراءاتي فيها الجنائيه ضعيفه. ان انا بدور على المالك وخلاص، هو المالك ده فسد لوحده مثلا او عمل القصه دي لوحده بالزبط. مش في مهندس في الاداره الهندسيه تابع ليه الحي او تابع ليه العقار ده، كان المفروض هو المعني بمتابعه البنى وان هو من حقه ليه السلطه القضائيه ان هو يوقف بناء العقار ده طالما هو في المخالف. يعني حضرتك شايف ان ده حمل تقيل قوي على جهاز الرقابه الاداريه؟ يعني هو مش ملاحقين يعني. هو مش مساله حمل تقيل، هو لازم يبقى فيه صرامه في العقاب. الحاجات دي في الصين بيحصل فيها اعدام بالظبط، لما يعني لما بتحصل واقع واقل من كده على فكره، واقل من كده بيحصل. في 24 عقوبه في الصين في بتودي للاعدام. صحيح. لما انا دلوقتي ما هو لما العماره تقع وناس تموت فيها، ما هو دي روح بالظبط، ده يعتبر مش قتل بالظبط. فبالتالي لما انا اجي اعاقب لازم اعاقب مالك العقار واعاقب المهندس اللي يعني سمح له او اداله تصريح بالبنى المخالف او ان هو يستمر في المخالف. ننتقل لجريدة الشروق وتحت عنوان البرلمان يدرس فرض ضريبة 25% على من يزيد دخله عن 500,000 جنيه سنويا. عايزين نعرف أكتر عن كواليس المشروع ده ومين اللي مقدمه. بص، هي الحكومة مقدمة المشروع ده. عادة لما بيبقى فيه يعني تعديل في قانون الضرائب أو فرض ضريبة جديدة على أي بند من البنود، فده الهدف منه أن أنا بوفر موارد جديدة. يمكن أحد الخبراء قال أن المشروع ده الهدف منه ان انا عايز اوفر من 10 ل 12 مليار جنيه سنويا. ال 500,000 دي يمكن اعلى شريحه او الشريحه الثالثه اللي هي في المشروع، اللي هي الناس اللي مرتباتها اقل من 42,000 جنيه في الشهر. فبالتالي كانت الشريحه بتاعتها او الطلب او المشروع بتاع القانون ده اللي هو تم تشكيل لجنه ليه من الخطه والموازنه من البرلمان، لسه تحت الدراسه وتحت ان هو عمليه المحاكمه بين هل له توافق او له تاثير، خاصه مع ارتفاع طفره ارتفاع الاسعار خلال الفتره اللي فاتت او لا، هل هيحدث ازمه هل مش هيحدث ازمه. يعني المفروض اللجنه دي هتفسر او يعني هتجاوب على كل الاستفسارات الخاصه بملابسات القانون في عمليه تطبيقه او عدم عمليه تطبيقه، اقصائه او تاجيله لفتره مقبله او شيء من هذا القبيل. ولكن هي الفكره زي ما بقول لك في البدايه ان انا هدفي من ان انا بفرض ضريبه على بند او على اي شيء ان انا
بجلب موارد جديده للدوله اللي بيها بادي خدمات، بعمل مشروعات، بساعد في التضخم، بساعد في حاجات كتيره جدا اللي هي من الموارد اللي بتسعى بها الدوله ان هي بتزود مواردها خلال الفتره المقبله. تاثير تداعياته ايه على المصريين؟ يعني مشروع قرار زي ده، وهل مجلس النواب هيبتدي يدرسه بشكل مفصل مع لا هو فعلا بدا هم شكلوا له لجنه في لجنه الخطه والموازنه، المفروض بتدرس هتبدا تدرس القانون ده خلال الاسبوع ده باذن الله، بحيث ان هي زي ما قلت لك هل لا هيبقى له التاثير السلبي الكبير اللي بيها ممكن القانون يؤجل او القانون يتم إلغاؤه أو يتم الموافقة عليه. ده اللجنة هي اللي هتجاوب على الأسئلة دي بعد عملية الدراسة والمحاكاة وعملية جلسات الاستماع اللي بتتم لما بتكون في قوانين بالشكل ده. النهاردة كمان في الوطن في حوار مع وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، واللي بيتكلم فيه بشكل مباشر عن كيفية استثمار أموال الأوقاف، وإزاي قدم لمجلس النواب أحقية دعاة الأوقاف للفتوى. ده طبعا وفقا لما نشر في حوار صحفي في جريدة الوطن، وبيتكلم عن إقصاء لدعاة الأوقاف فيما يخص الفتوى. مين اللي أقصى الأوقاف، ولحد إمتى هيظل صراع الأوقاف والأزهر فيما يخص الفتوى؟ بص بصراحة أنا مش شايف لهم إقصاء، ولكن يمكن هم دعاة الأوقاف أو أئمة الأوقاف الأقرب للمواطنين من دار الفتوى. يمكن دار الإفتاء يمكن شغال الفترة اللي فاتت دي بتعمل وسائل حديثة لتسهيل الاتصال بالمواطنين من خلال أرقام التليفونات، من خلال الرسائل المسجلة، صفحة على الفيسبوك، أرقام اتصالات، مش عارف ايه، في وسائل كتيرة جدا بتحاول دار الإفتاء ان هي بتوصل بينها ما بين المواطنين والحل الاستفسارات. ولكن شوفي كم المساجد اللي موجودة في مصر تابعة للأوقاف، فيها كم دعاء وكم أئمة بيتم تواصلهم مع المواطنين، ويمكن في مساجد كتيره جدا. دايما في اصرار من قبل مشيخه الازهر بان هي تعمل يعني تحدث اقصاء، او بتبقى مصره دايما على اقصاء ائمه من الاوقاف. هي الفكره مش يعني مش مساله ان احنا نقصي على قد من هو مواصفات المفتي او المواصفات اللي بيتم توافرها في الشخص اللي يجوز للافتاء. يعني ايه وجهه نظر اعتراض الازهر دائما؟ قد تكون وجهه نظرها مرتبطه بفكره ان في شريحه كبيره من الدعاه واخده معها الدعاء، مش مثلا درس كل الفقه الأربعة، أو مش درس التفسير بالكامل، أو مش درس علوم القرآن بالكامل، أو غير متعمقة بشكل كبير في مسألة الإفتاء أو إن هي تدي. فبالتالي هم شايفين الأحقية للأزهر، وده في الأصل هو الصحيح. إنما ده في الأصل هو صحيح، يعني الأزهر لما بي بي بيعين مفتي أو بيعين حد في دار الإفتاء لازم تكون في مواصفات معينه، زي ما قلت لك دراسته واسعه، لامن بكل ائمه الفقه، لامن بكل علوم الفقه وعلوم القران وعلوم التفسير وغيره من العلوم. ولكن يمكن زي ما بقول لك كده برضه شريحه الدعاء من اللي تابعين لوزاره الاوقاف مرتبطين ومتصلين بالناس اكتر. يعني الواحد بيشوف في مساجد كثيره جدا بيبقى في غرفه للامام، بعد ما الصلاه تخلص او في اي وقت بيبقى الامام قاعد فيها، حد بيروح يسأل ويقول له في كذا كذا، أنا عايز استفسر في موضوع كذا، فبيتم التناول أو بيتم التجاوب معاه في المسألة دي. مسألة إن لازم يوصلوا لنقطة تقارب، بحيث إن أنا مش بالعكس أنا إزاي بقى ممكن يحصل نقاط تقارب عشان هذا الصراع أو هذا الخلاف الدائم؟ قد تكون المسألة محتاجة رفع كفاءة لمستوى شريحة من الدعاء أو بعض الدعاء. أنا مش طبعا مش ما حدش يقدر يجزم إن كل الدعاء لا تجوز لهم ان هم يفتوا او لا يعني لا اللي هم التابعين للاوقاف ان انا ارفع الكفاءه بتاعه الدعاء. ويمكن وزير الاوقاف بيحاول بقدر الامكان خلال الفتره اللي فاتت دي ان هو الى جانب ان هو يستمر في او يرفع في كفاءه الرساله الدعويه اللي بتقوم بها الاوقاف، ان هو عمليه الاستثمار بتاعه الاصول بتاعه الاوقاف، واحنا عارفين ان الاوقاف بتمتلك اصول كبيره جدا في كل القطاعات. ازاي هيتم بقى استثمار اموالهم؟ استثمار اموالهم من خلال المشاركه في الشركات، ويمكن هم ليهم نسب في شركات كثيره جدا، شركات تجاريه وشركات استثماريه، اقامه مشروعات اسكان، في يعني مناحي كثيره جدا اقتصاديه واستثماريه الاوقاف بدات ترتبط بيها، بحيث ان هي تحاول تستثمر هذه الاموال، حصر الاراضي وحصر الممتلكات خارج وداخل مصر اللي هي بتمتلكها وزاره الاوقاف. وفي حجج كثيره جدا يمكن الاوقاف خلال الفتره اللي فاتت دي كانت بتبحث عنها او بتعيد دراستها او بتعيد
مسألة عودة الأملاك دي وعودة يعني إعادة استثمارها مرة أخرى من خلال ليهم مساحات أراضي كثيرة جدا موجودة في مصر. في أراضي كثيرة جدا مستولى عليها من بعض المواطنين. في مساحات وعقارات يعني يمكن الأوقاف ما تعرفش إن هي تبعها. فده كل الملف ده اللي بيقصد به استثمار الأموال واستثمار الأملاك اللي موجودة أو الأوقاف بتمتلكها بحيث أن تبقى هيئة أو وزارة كفيلة أن هي تصرف على نفسها أو كفيلة أن هي تكتفي ذاتيا وتساهم في مسألة يعني الدخل أو موارد الدولة بمعنى أصح. نروح لليوم السابع وتصريح لرئيس الوطنية للصحافة الأستاذ كرم جبر تحت عنوان كرم جبر قانون تنظيم الصحافة والإعلام يدعم الشفافية والمحاسبة المالية. عايزين نفهم ليه في اعتراض على هذا القانون؟ بص لو مفيش اعتراض يبقوا مش صحفيين. أنا أعترض إذن أنا موجود. لا الاعتراض يعني الظاهرة صحية ولو الصحفيين ما اعترضوش على الفاضي والمليان. طيب يعني مفيش حاجه مثلا ولو الصحفيين ما اعترضوش يبقوا مش صحفيين او مش اعلاميين. ايه المساله زي ما قال الاستاذ كرم قال لك هو القانون محتاج ان انت تجريه مره واثنين وثلاثه. انا قريته بصراحه قريته مره واحده بس يعني اطلعت عليه بالمواد بشكل عام. يمكن النقطه اللي عليها جدل كثير اللي هو الباب او الفصل الخاص بحرية الصحافة. هو ده اللي بيتكلموا عليه طول الوقت اللي هو هتكبلونا طب مش بس قصف الأقلام. يعني كل لما جريت القانون وبرضو سمعت بعض أراء الناس اللي هي معترضة اللي طلعت في التلفزيونات أو في وسائل الإعلام عبرت عن رأيها يعني حسيت إن البعض منهم كان فاكر إن القانون ده طالع عشان يعمل الصحفي ملك أو يعمل الصحفي محصن بدون أي مراقبة أو بدون أي يعني مطاردة قانونية في حالة خطأه. المسألة محتاجة أن الناس لازم تشعر أن أي قانون بيصدر لابد أن المجتمع يكون في المقام الأول قبل الشخص وقبل الكيان. يعني أنا بعمل قانون طيب ما احنا هدف الأساسي منه خدمة المجتمع. احنا بنتكلم لو في حالة أنه ما هو الصحفي ده مش منزه من الخطأ لو في صحفي ولا الإعلام بالضبط ولا الإعلام. القانون بيشمل الاتنين. طبعا أنت قصدك إيه يعني ولا الإعلام. أيوة بالضبط القانون كده. بيشمل الاتنين طبعا. يعني أنا قصدي أنه لو في صحفي أو إعلامي تسبب في إثارة الفتنة وأنه هو روج لأخبار غير صحيح هو يمكن جروا في المواد كلمة يحظر كثير فبالتالي قال لك لا طالما في عذر كتير يعني طب ما هو ده لازم يتعاقب فعلا لانه كده اضر يعني بالسلم العام. يعني لما بقول لك يحظر على اي وسيله اعلاميه او على الصحفي ان هو ينشر اخبار كاذبه او اخبار مضلله او ان وسيله الاعلام واحنا شفنا احنا استوينا من اللي بيستغلوا أو يحظر التعامل او نشر او بس موقع الكتروني سواء كان خارجي او داخلي بدون ترخيص. ما هو زيه زي الصحيفه. يعني انا مثلا القانون الصحافه انا بتعامل بالقانون سنه 70 يعني مع الدخل على اكتر من 50 سنه التعديلات دخل على 50 سنه. طب ما خلاص بقى لازم نتطور بقى 50 سنه ما كانش في انترنت وما كانش في سماوات مفتوحه وما كانش فالدنيا لازم يعني فبالتالي كل اللي بيحصل كل اللي طرأ من وسائل تكنولوجيه حتى بما فيهم الفيسبوك. يعني قال لك لو الفيسبوك او الصفحه او المدونه عليها اكتر من 5000 متابع بيتم التعامل عليها ان هي زي وسيله اعلاميه او يتم التعامل معها قانونا زي وسيله اعلاميه خاصه في الاشياء اللي بتتعلق بالحاجات الشخصيه. ان انا ما تعرضش لشخص حد او لحاجات شخصيه في حياته الشخصيه صح وبالتالي اقول ان انا ما ينفعش ان انا اتعاقب او اطارد او غيره او بتاع. يمكن انا باب الحريات ده يعني ركزت في كذا ماده فيه. طب ايه التعديلات اللي مقدمها نقابه الصحفيين؟ ما شايفش بصراحه في مساله ان المساله تستاهل الاعتراض الجم اللي حاصل. التعديلات بتشمل ايه اللي مقدمها او بتقترحها نقابه الصحفيين؟ اللي هي الاعتراض على القانون ولا التعديلات المقدمه للقانون؟ احنا لسه مش عارفين القانون هيقبله ولا لا. هو القانون لسه في مجلس النواب تحت المناقشه فبالتالي لسه مساله الفتح الحوار المجتمعي الخاص بيه لسه ما انتهتش ما وصلش يعني ما وصلناش لمرحله البدايه. هي الفكره بس ان احنا يعني الواحد احيانا بيعترض على
طريقة الاعتراض. إن أنا ماشي أنا عندي اعتراض على مادة معينة أو عندي اعتراض على جزئية معينة، ولكن ما جيش أقول لك القانون كله في مجمله مش سليم، ما هو ده برضو منطق اعتراض مش صح. لازم أبقى يعني متخصص في شيء معين، أو إن أنا لما أجي أعترض على نقطة معينة في مادة لازم أوضح الاعتراض ده بناء على إيه. لكن ما جيش أقول لك أصل القانون سالب للحريات، قول كلمة ممطوطة قوي بالظبط، يعني بلاقي مصطلحات طالعة من بعض المعترضين. صح، القانون سالب للحريات. ايه يعني ايه سالب للحريات؟ ايه مفهوم الحرية؟ انهي الحرية فيهم؟ بالزبط. الحرية اللي بتضر المجتمع؟ صح، ولا الحرية اللي بتضر الشخص؟ صح، ولا الحرية اللي بتضر الفكر والعادات والتقاليد والقيم اللي احنا بنحاول نرجحها وبنحاول نحافظ عليها؟ وليه احنا مش حاسين بخطورة وسائل الإعلام؟ بالظبط، واحنا ما شفناش وسائل الإعلام كانت بتعمل ايه الفترة اللي فاتت، سواء داخليه او خارجيه. بالظبط، سواء بقصد او من غير قصد. صحيح، فالحياه دي لازم تبقى ليها مساله انضباط، خاصه ويكون في تجاوز برضو من البعض اللي عاملين بالاعلام والصحافه على صفحاتهم على السوشيال ميديا، يكتبوا بوست معين في تحريض. بالظبط، صحيح، فبالتالي اصبحت السوشيال ميديا هي اللي بتحكم مش حاجه ثانيه. صح، فايه العيب او المانع ان انا اقنن اللي بيحصل ده، سواء كان من المواقع الإخبارية؟ هي طبعا المواقع ما كانتش كانت من غير ترخيص، أصبحت في القانون لازم أرخصها. خلينا نروح لآخر خبر معانا، وهو خبر مهم جدا بيخص الأشقاء في السودان. من جريدة المصري اليوم وتحت عنوان السلمي سنخاطب الكونغرس الأمريكي لرفع السودان من قائمة الإرهاب. طبعا احنا يعني رئيس البرلمان العربي أكد بن فهم السلمي كان اتكلم في الاتحاد الأفريقي عن الموضوع ده. طبعا، ودي مهمة قوي، لأن في دي تداعياتها ايه، وخصوصا ان احنا بنتكلم، انت عارف السودان محطوط على القائمة دي من سنة كام؟ سنة 93. يعني من زمن بعيد. بس احنا بنتكلم دلوقتي ان كلمة الرئيس السيسي القاها رئيس مجلس الوزراء امام قمة الاتحاد الافريقي بتطالب بحرية التجارة، ده بالظبط يعني ازاي هتبقى؟ بص، هي افريقيا بشكل عام قيمة اقتصادية لسه بكر، او لسه القارة دي قارة يعني مستقبلها الاقتصادي قوي جدا خلال الفترة اللي فاتت، لان هي بتمتلك موارد كثيرة جدا. السودان جزء كبير من القارة الافريقية، ومواردها موارد عالية جدا، فبالتالي مسألة ان هي ما زالت برضه من نهب الدول الاستعمارية. بالزبط، لمواردها وخيرتها. تعرضت لضغوط دولية كثيرة جدا خلال الفترة اللي فاتت، والصومال ويمكن زي ما بقول لك كده، هي على قائمة الإرهاب في امريكا، وضعها على القائمة دي من سنة 93 على خلفية ان في بعض من عناصر القاعدة كانت هناك في الفترة دي. فبالتالي على ما أظن كل الأسباب انتفت لوجود السودان في القائمة دي لغاية هذه اللحظة. فالتحركات اللي بتتم من خلال البرلمان العربي ومن خلال التوافق. طب وأمريكا ما حطتش قطر ليه على يعني ما حطتش ليه الإخوة مثلا؟ يعني قطر دي مش بتقوي لا مثلا لا. من جهة الإرهابيين، ولا تركيا بتقوي، ولا إيران بتقوي مثلا، ما يتحطوش ليه على قائمة ولا الحرس يعني الثوري الإيراني إرهابي يعني، ولا بينفسوا مخططات ولا يعني ولا عمليات إرهابية. يعني ازدواجية غريبة، ازدواجية مستفزة خالص. يعني في الحقيقة ازدواجية فعلا مستفزة فعلا. ما أنت لما تيجي تبص، هي القائمة دي بتعلن كل سنة، بتتجدد كل سنة. لما تيجي تبص، طب احنا من سنة 2011 لغاية دلوقتي امريكا والسي اي اي ومش عارف ايه والجو بتاعهم ده، لغاية دلوقتي لسه ما عرفتوش ان قطر بتقوي ارهاب مثلا. لسه ما عرفتوش ان تركيا واقفة مع الارهاب. صحيح، لسه ما عرفتوش ان ايران ضلع في الارهاب. اللي حصل في الدول العربية وفي الشرق الاوسط ده ما فيهوش اي دليل ولو بنسبة بسيطة، اللي هي نفس النسبة اللي دخلتوا بيها السودان. صحيح، سنة 93 في قائمة الارهاب. صحيح خالص. التحركات التحالف العربي من الاربع دول ما نبهش امريكا ان قطر بتقوي ارهاب. هي امريكا بتطلع لسانها للعالم في الحقيقه، يعني احنا عندنا مثلا كونداليزا رايس هانم لما قعدت تقول لك الفوضى الخلاقه وعادي في الفيديو الناس كلها والعالم كله سامع، وبرده هيلاري كلينتون لما قالت لك احنا من 20 سنه زرعين القاعده في افغانستان. بالزبط، يعني الناس بتتكلم باريحيه كده، عارف؟ ما هو بص، عادي يعني، الحلال حلال ليهم والحرام حرام علينا، مش كده ولا ايه؟ طيب احنا في نهايه جولتنا بنشكر حضرتك، شكرا جزيلا استاذ محمود الضبع الكاتب الصحفي على قراءه الصحف معانا النهارده. شكرا ليك، وصباح الفل على كل مصر. صباح الورد عليكم مشاهدينا. هنسيبكم دلوقتي مع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا.